عسلامة، أنا اسمي واسي فاسي، أنا نقرأ في السيد فيوليت، وحبيت نقول اليوم عدنا مفاجأة برشا كبيرة برشا. نستضيفه معنا اليوم سي ضيف مشرف برشا، سي سليم الكيمرجي المعروف في ريكاردو كيمرجي باسمي في الفيسبوك. والله اليوم نحن عندي سليم الكيمرجي اليوم عنده ما يقول، نعم عنده ما يقول، باش نستضيفوه بعد قليل. اما قبل ما نستضيفوه نحب نقول للعباد الكل اللي يسمعوا فيا اللايف، نحب نقول لهم راهو سامر صوالحيه طردناه من الجروب، كاو ديزولي هذيك هي الدنيا، طردناه من الجروب على خاطره ما يعرفش يتصرف فيها. نحن عملنا ثوره وبطلها هو انا في الثوره البيضاء على الضيف هذايا قبل ما نرجع صحابي. اما ما هو بعد ما ركحت الأحوال وحعملنا الانتخابات التأسيس فيوليت مجموعتنا الحميمة والعريقة، يجي هو يبدا يحكي على الديمقراطية وده شنو نحن شو عملنا حد شيء. وهاني أنا اليوم حكيت لكم على البداية والتفاصيل تسمعوها من عند ضيفنا العزيز والكريم سي سليم الكمرجي. نتوجه لك بالخطاب سليم الكمرجي، تقول لنا من فضلك على هالحكاية واحنا ثلاثة بالحكي. السلام عليكم، انا سليم الكمرجي، جيت اليوم باش نحدثكم عن رأيي في هذه الامور اللي قمت فيها سامر صالحية وبقية الاعضاء الى اخره. نحب نقول اللي انا وشي فرصة اللي ترشحنا للرئاسة تاع الجروب، والحمد لله نلنا الثقة تاع الجروب، لذلك علاش ولينا احنا الرؤساء. السامر صالحية مؤسس الجروب ما كانش على قد المسؤولية، حتى طرف ما كانش على قد المسؤولية، لانه كان تقوم بأمور سياسية احنا مازلنا ما وصل لهاش. ذيك علاش انا قلت لازم سامر صالحية ما عادش يقعد جملة في الجروب. علاش صار؟ على خاطر هو ما قاعد يحترم الاراء الغير، قاعد يقول باللي كفر. ذيك علاش نتمنى انه كل عضو يعمل كما سامر صالحية ينال نفس العقاب. وشكرا. إنعم كما كنا نقوله تحيا السيزيام فيوليت، معناتها توا الخطاب وفيناه. وقلنا أخيرا لماذا طردنا سي سامر صوالحية. في الحلقة القادمة من سيزا فيوليت أو في الفيديو الجديد القادم نقوله على حدث اللي خايب اللي إن شاء الله ما يجينيش، وإن شاء الله تعديه بالسلام. سيزيام فيوليت حرة ومسكنين، والسلام. كنا معكم وسيم فرزة وسليم الكمرجي، وحيين أنا وحييكم وأشدوا على أيديكم، والسلام.